بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل سادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامجكم المطعم على قناتكم المميزة دائما إن شاء الله، واللي دايما بتكون عند حسن ظنكم قناة بي إن سي فود. إن شاء الله نقدم النهاردة أربع وصفات. نشوف أول وصفة هنبدأ نشتغل بيها إزاي. يسعدنا طبعا ويشرفنا إن إحنا نستنى أي أسئلة أو أي استفسارات على الأرقام اللي قدامكم على أسفل الشاشة اللي موجودة، اللي هي 1710 من أي تليفون محمود، 0900 9710. لو عندك رقم ارضي تتصل بينا، وعندنا وسائل التواصل الاجتماعي تقدري تتواصلي من خلالها ان شاء الله. الاعاده موجوده من الساعه 7 للساعه 8:30، وعندنا الساعه 3 الفجر برضو اعاده ثالثه للبرنامج او اعاده ثانيه للبرنامج. خلينا نشوف اول حاجه هنبدا بيها ازاي. عندنا بالنسبه للمكرونه اللي بالسجق، وعندنا جلاش عندنا هنعمل له رول بالدجاج. طيب الجلاش اللي بالدجاج هنعمله ازاي؟ عندي معلقتين اتنين من السمنه، بعد كده عندي بصلايه مفرومه، عندي اتنين صدور دجاج مقطعهم مفرومين صغيرين جدا، عندي فلفل اخضر رومي، بعد كده اهوت عندي ده البيض واللبن والكريمه، دول ده اللي انا هسقيهم، بعد كده عندنا شويه من الثوم البودره، بعد كده عندنا شويه من الصلصه، عندنا شويه من بهارات الدجاج، وشويه ملح وفلفل. ده بالنسبة لقدام حضراتكم اهوت، دي الحاجة اللي قدامكم اللي انا هبدأ نشتغل فيها على طول. السكينة الصفراء من المطبخ للتحضير يا شباب، ويطمعوا كل شوية في السكينة بتاعتي، مش عارف انا والله. ماشي، صراحة انا من النوع اللي ما بشتغلش بأي سكينة. ليه بقى؟ لان السكينه لما تتنقل من شيف لشيف لكذا 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 لكذا، خلي بالك من ضمن الحاجات اللي بوظ ايه؟ السكاكين. انا ببقى عارف سنه السكينه، فبتقعد معايا فتره ما شاء الله، بتقعد فتره معايا كبيره. دي داخله معايا دلوقتي في ايه؟ داخله في سنه معايا انا بحب اقطع بيها. لو حد هيتكلم في الصح كل سكينه ولها التقطيع بتاعها، يعني الصفره دي بتاعه الفراخ، لان بس نكون متفقين، لا حمراء بالبلانشة الحمراء بتاعت اللحمة، البلانشة الزرقاء مع السكينة الزرقاء بتاعت ايه؟ بتاعت السمك. كل حاجة ولا حاجة، ولكن احنا شغالين برنامج هوا، فأنا بستخدم بالسكينة ديت على طول، خصوصا ستات البيوت ما عندهمش ايه يعني التشكيلة الكبيرة بتاعت الايه السكاكين. أهم حاجة أنا بغسلها كويس جدا ومنضفها كويس جدا السكينة، وبعد كده أبدأ اللي أنا أشتغل بيها. المسني ده جامد قوي يا شباب والله، من أحلى المسن اللي أنا اشتغلت بيه. يعني انا اللي هو المسن الرفيع ده وريهولك انا ما بعترفش بيه. ده في طبعا منه انواع اللي هو اللي معروف عند اي ست بيت اللي هو كده صح. ده في منه بقى الالماني، في منه البرازيلي، ودول احسن حاجه بصراحه مسنين اتنين، هتلاقيهم غاليين قوي، ولكن طريقه السن بتاع الحجر ده حلوه قوي، حلوه جدا كمان. بصي كده تمام، وكده كده وكده تمام، وبعد كده بتقوم عامله ايه؟ جايبه منديل وحاطه فيه ميه صغيره. ده برضو حاجه من الحاجات المهمه جدا يعني. وبعد كده تقومي جايبه كده اهيت كده ومنضفاه كويس جدا، عشان لو في اي حاجه من المسن جت على السن بتاع السكينه. تعال نجرب ونشوف بعد ما سنيناها هتبقى عامله ازاي. بص عامله ازاي ما شاء الله. بصي ثانيه، دي داخله معايا بقول لك والله ما شاء الله على سنه ما سنتهاش على فكره. انا بشتغل بالمسن اللي هو الحجر ده، لذيذ وعلى فكره رخيص جدا، وبسني بيه. وبعد ما تسني بيه اهم حاجه تغسلي السكينه وتقومي مسحابي المنديل بس. وانت بتمسحي السكينه، معلش هنتكلم في الحته دي بس مهمه، لما نيجي نمسح من هنا ما نعملش كده، لا 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 خالص، ما ينفعش تمسكي بالسن من هنا كده هتعورك. من الجنب من ورا كده تمام، ومن هنا كده شايفه ازاي اهو، وتنضفي السكينه بتاعتك كويس وتبداي ان انت تشتغلي بيها. هجيب عندي البصل، بص ما شاء الله ماشيه ازاي معايا، لك ما تعورنيش بقى. نفرم عندي البصلايه كويس جدا، نفرم
ونروح عندي على الطاسه اللي عندي على النار، نبدا نشغل عليها. وهنا انا جايب الحله الصغيره الجميله دي الشيك دي، حاطط فيها ايه شويه سمنه بلدي عشان هنعملها للجلاش، فبحط هنا شويه سمنه صغيرين في الطاسه. ونقوم رايحين عندنا حاطين البصل، البصله المفرومه، وبعد كده ايه نديها تقليبه. وبعد ما بديها التقليبه بتاعتها المحترمه ديت، نقوم واخدين عندنا صدور الدجاج اللي انا فارمها، فارمها فرم ناعم، هنقوم ضايفينها على البصلايه بتاعتنا اللي عندنا بالشكل ده، تمام، وما نقلبش. ناخد عندنا الطماطم، برضو نفس الكلام نقطعها عندي مكعبات صغيرة عشان هنبدأ نضيفها عندي على الدجاج بتاعنا. وأحط عندي فلفل رومي أخضر، نجيب واحدة كمان بالشكل اللي حضرتك كده شايفين. ناخد اتصال تليفوني. ألو ألو، أيوة شيف محمد. أيوة يا فندم، ازيك يا وزع عبير؟ ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ والله حضرتك وانت بتشرح يعني انا مش عارفه الدكتور يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك يا استاذ عبير. والله حضرتك والله تعمل حلقه كده للحاجات دي، للاجراءات اللي يعني نقدر نستفيد منها يعني. طبعا طبعا يا فندم، من عينيا للاتنين. والله المعلومه اللي باقيها وانا شغال بتبقى تفيدكم، بقولها على طول. انا عارفه ما بتدخلش علينا باي لا حاجه. طبعا لا طبعا لا طبعا خير. لا طبعا، ربنا يحفظك يا ست الكل، ربنا يحفظك يا ست عبير. انا عايزه بس اقول لحضرتك لو ممكن مثلا تعمل حلقه عن الاكل، يبقى الاكل الخفيف خالص. ايوه. للي مثلا بيعملوا رجيم او كده، الواحد بيزهق من الاكل الرجيم اللي هو المسلوق وكده. حصل، تمام تمام. فعايزين وصفات بحيث انها تنفع للرجيم وفي نفس الوقت يبقى ليها طعم. حاضر، بس اهم حاجه هنمشي على النظام الغذائي الصحي اللي احنا هنشتغل بيه. والله انا ماشيه وخسيت يمكن دلوقتي 20 كيلو. ما شاء الله. ما شاء الله، ده في قد ايه بقى؟ في 3 شهور. طيب بادويه ولا من غير ادويه؟ لا من غير ادويه. الله اكبر، ما شاء الله. طب قولي لي بقى النظام الغذائي اللي انت ماشيه عليه ايه؟ يعني بتاكلي ايه الصبح؟ كام وجبه؟ الصبح جبنه قريش وبيض مسلوق. ممتاز. والغدا بروتين بصراحه، ما اكذبش عليك، يعني لحمه او فراخ مشويين او مسلوقين وسلطه، وبالليل زبادي وفاكهه. اخر وجبه بتاكليها الساعه كام؟ الساعه 8، ده الدكتور مأكد عليا. انت متابعه مع دكتور؟ اخر حاجه 8 لحد ثاني يوم بقى الصبح. والميه بتشربيها قد ايه؟ بشرب كتير، يعني مش اقل من لترين كل يوم. بعد عن الحلويات طبعا. ممنوع الحلويات، ممنوع المخللات، وممنوع السمنه، وممنوع الزيت. ما شاء الله. طب وخلينا نكون صراحه مع بعض، ما شاء الله شهرين 20 كيلو، ده رقم قياسي من غير ادويه، بحييكي على الثبات اللي حضرتك عليه. ولكن خلي بالك ما اهم حاجه ما تجيش لحظه بقى الضعف اللي بيحصل لاي انسان بقى، اللي هو يضعف قدام اي حاجه ويقوم ايه فاتح الموضوع. صح؟ هي فصلت؟ لا كنا عايزين نستفسر، يعني 20 كيلو يا جماعه في شهرين اتنين من غير دواء، ده حاجه كويسه جدا جدا. هل انت متخيله؟ يعني انت متخيله وانت قاعده النظام اللي هي ماشيه عليه؟ عشان كده عمال اسالها وكل حاجه هي بتجاوب عليها صح. اخر وجبه بتاكلها الساعه 8، تاكل زبادي ومعلقه عسل ابيض، تاكل في الغداء عادي جدا، بعد عن الحلويات تماما، لازم وجبه الفطار الصبح بدري، ولو شويه رياضه معاها كمان ده الموضوع هيبقى عالمي يعني. تحيه كبيره ليكي والله بجد، تحيه كبيره. انتوا مش متخيلين يعني ايه 20 كيلو في شهرين اتنين، يعني اتحولت من انسانه لانسانه تانية على طول كده. الو الو، ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟
ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا فندم. ايوه سامع حضرتك، اتفضلي. استاذه سحر، استاذه سحر، استاذه سحر، معلش يا استاذه سحر، حاولي اتصل بينا تاني. الناس اللي فاكره لازم نخس بالدواء، لا مش لازم نخس بالدواء خالص خالص، هو اراده مش اكتر، اراده انا عايز اخس، هتلاقي خلاص. اه والله بص محمد ابراهيم ما شاء الله مش عارف يقف اصلا على الكرسي. تعالى شويه بهارات شويه بهارات اهوت، شويه توم بودره كباب صيني. استغرب بقى من ناس رفيعه ما شاء الله وتلاقي عندها عضلات البطن مفتوله، وبياكلوا اكل وبياكلوا حلويات وبياكلوا كل حاجه، بس عندهم الحرق ما لناش علاقه بيه يعني. اه يعني تلاقي بياكلوا كل حاجه، ازاي جسمه لحد دلوقتي كده محافظ على جسمه وبتاع؟ يا سبحان الله بقى، يا جينات جسم الجسم بتاعته كده. حطينا الدجاج زي ما انتم شايفين، طماطم وفلفل اخضر، عشان هنبدا نلف الجلاش ان شاء الله بالكلام اللي انتم شايفينه ده. مش عايز اديلها بصراحه صلصه طماطم خالص، مش هضيف لها، انا شايف اللي هي كده حلو قوي. هديها شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر. وشوية فلفل أسمر صغيرين. خلصنا كده اهو تمام، خدت الملح وخدت الفلفل وخدت كل البهارات اللي خدتها، خلاص تمام التمام. نبدا بقى اللي احنا نشيلها ونبدا اللي احنا نلف عندنا الجلاش بتاعنا. اللي هنبدا نحطه هنا فين؟ في البايركس اللي قدام حضراتكم ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله، اوعدكم باذن الله من الاسبوع اللي جاي هنبدا نعمل وصفات سهله وصحية جدا، ونعمل نظام كده ايه، احنا كل اسبوع ممكن نعمل لكم وصفات والله من عينيا الاثنين، واعمل لك الحلويات برضو نفس الكلام. كل حاجة موجودة وعندنا وموجودة ان شاء الله، ونقدر ان احنا نعملها لكم على الهواء. حاضر، من الاسبوع الجاي ان شاء الله نبدأ ننفذ الوصفات دي. تمام جدا، تعالوا بقى ناخد عندنا الجلاش. اول ورقه كده ايه بتبقى ناشفه كده من فوق، فبقوم شايلها واحطها هناك في النص. معانا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ ربنا يخلي حضرتك، والله انا بدعي لحضرتك بعد ما اصلي الفجر والله العظيم ثلاثه. يا سلام، ربنا يجعل الدعاء لنا ونصيبنا. بدعي لحضرتك وللست كل الناس المحترمه اللي معاك دول، الله يخليك ويبارك فيك يا ست الكل. واللي ردت عليا دي محترمه اخر احترام والله، ربنا يخليك والله. كلكم يفتح لكم حلق يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. ويبارك لكم نادي الحرام ويوقف لكم سكتكم في طريقكم نادي الحلال. اللهم امين يا رب. كل القائمين على البرنامج. والله دعواتك يعني بالنسبه لي حاجه كبيره. ويخليكم لاسركم ويقويكم على شغلكم ويقويكم ويديكم الصحه والعافيه وطوله العمر يا رب. ربنا يحفظك يا ست الكل. وما يحفظكم لحد ابدا، الحق اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب، احلى دعوه في الدنيا. انا طلبت حضرتك طلب واحد. ايوه اتفضلي اتفضلي. انت حضرتك فاكرني ان انا اتصلت بيك مرتين وقلت لحضرتك انا ارمله وعايشه لوحدي وما عنديش عيال. ايوه. وعايزه ثلاث أيوة. عمليات ايوه فاكرني حضرتك؟ ايوه يا ست الكل فاكر. انا طالبه من حضرتك بس توصلني لحد من المسؤولين، الله يحميك ويحفظك يا رب. حاضر حاضر. يكتب لحضرتك كل خطوه سلامه يا رب. حاضر وكل حاضر. من على البرنامج. حاضر من عينيا الاثنين، حاضر يا ست الكل من عينيا الاثنين، حاضر.
شكرا لحضرتك جدا، سيبي رقمك والله، واحنا معانا الرقم بتاع حضرتك، ولو اي حد اتواصل معانا هنديله الرقم على طول. شكرا ليكي جدا. هي الواحدة على طول هبصي هتلاقي قدام حضرتك اهيت بالايه، على قد البايركس بالظبط، سمنة مش كتير. تقوم واخدة ديت ونرقنا كده، ناخد عندنا صدور الدجاج بالشكل ده، وناخد كده نلف ونكبس بالشكل اللي حضرتك كده ده شايفاه، وبعد كده نبدأ نحطها فين؟ في البايركس، ونلف بقى لحد ما البايركس ايه يخلص معانا. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، بعد الفاصل هقوم ايه مقطع ديت، بعد ما بنقطعها بنعمل لها الابراي بتاعنا اللي حضرتك كده شايفاه، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو لبن، وبعد كده بقوم حاطط عندي الاتنين عدد بيضه، ده اللي انا هسقي بيه الجلاش. ثانيه واحده، وشوية الملح، شوية فلفل صغيرين، ونقوم نازلين عندنا بإيه؟ بالكريمة. ده ربع كوباية من الكريمة تخلي طعمها حكاية. بعد كده هنبدأ نسقي بإيه؟ الجلاش بتاعنا، لكن مش دلوقتي، هناخد فاصل إن شاء الله، وبعد الفاصل نواصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، زي ما انتم شايفين بقى ده الجلاش بعد ما قطعته بالدجاج مكعبات مدور لفيناه، وبعد ما لفيناه قطعناه. طيب بعد ما قطعناه بنعمل ايه؟ نقدر برضو نحشي جبن لو عايزه، كان بيبقى تقيل خليه خفيف كده افضل. نقوم جايبين سمنه كده من فوق، مش مكتر والله سمنه، انا بحط بس حاجات بسيطه بس عشان يورق، لان ده طبيعي طبعا، الجلاش عمر ما هيورق من غير السمنه، بس ما تكتريش، خليها خفيف خفيف كده احسن. حلو الكلام، ونروح فين؟ عندي على الفرن، ومش هنسقيه دلوقتي، هنسقيه امتى؟ بعد بالظبط 10 دقايق ما يتحط فين؟ في الفرن عندنا. تمام، قدام حضرتك اهو بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. هنا بقى بنجيب عندنا الابراي اللي احنا عاملينه، اللي هو البيض، ملح، فلفل، نص كوبايه لبن، نص كوبايه من كريمه الطهي، تديله طعم حلو قوي. القشطه دي اصلا بتخلي اللون كمان بقى، ساعات بنشوف كده في الصور هو الالوان ديت الجميله ديت جايه منين. كريمه برضو، ما الكريمه ديت ايه؟ عباره عن قشطه، كريمه طهي عاديه، تخلي الطعم حلو قوي. طيب بعد 10 دقائق بقوم ايه ساقيه، ليه؟ عشان ما تاكليش عجينه. ساعات واحنا بناكل الجلاش بنلاقي كده تحس اللي هو عجينه كده، ما بيبقاش مظبوط معايا، لكن حضرتك لو انت كاتيه بالشكل اللي انت عملناه ده، وتخليه يتورق الاول، وبعد كده بنبدا اللي احنا هنسقيه بعد ما يطلع بعد 10 دقائق. تعالوا نشوف عندنا حوار بقى الايه، السجق هيبقى عامل ازاي. سجق بالمكرونه سهله قوي، واكله بسيطه وسهله جدا ان شاء الله ننفذها مع بعض. عندي بصل، عندي ثوم، عندي طماطم، عندي شوية من الملح والفلفل،
فلفل اخضر، عود كرفس، شويه بقدونس مفرومين، وفلفل حامي. اكتبوا المقادير كده اهوت ايه، وهنشتغل فيها ان شاء الله واحده واحده. مبدئيا لو انت عندك السجق يفضل يعني اللي انت ما تقطعهوش، لو هنعمله سندوتشات قطعيه، لكن لو عايزه تحتفظي بيه يبقى سليم معاكي بلاش اللي احنا نقطعه، خصوصا انت مش ضامنه اللي هو اذا كان مشمع كويس جدا ولا لا. مشمع يعني ايه؟ يعني متهوي كويس عشان لما يجي يتقطع ما يتفرولش والحشو يطلع بره الهانك نفسه اللي هو بره اهو، الحشو ده تلاقيه طالع بره. فبنعمل ايه؟ بنشوحه زي ما هو، وبعد كده لو عايزه تقطعيه بعد ما يستوي قطعي براحتك. فبنحط اول حاجه عندي شويه زيت، وبنجيب طبعا المكرونه اللي انتوا شايفينها ديت، بنسلقها حوالي 3 ارباع سلقه، بنسلقها سلقه جامد عشان ما تعجنش معايا وتطلع معايا محترمه، لان كده كده هتاخد تسويه لسه واحنا لما نحطها في الحاجه نفسها مع السجق. معانا اتصال تليفوني. الو. الو. ايوه. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. ازيك يا وزه شيرين؟ معلش يا وزه شيرين، حاولي تتصلي بينا تاني، التليفون فصل. حاولي تكلمينا تاني يا استاذه شيرين. نبدا بالايه؟ بالبصل، نقطعه جوانح لها. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا ست الكل، ازيك يا ام رضوى؟ الله يكرمك، ربنا يبلغنا رمضان جميعا كده. اللهم امين يا رب. بخير باذن الله. اللهم امين يا رب، اللهم امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. الله يحفظك. الله يكرمك. كان ليا سؤال كده بالنسبه للجلاش. ايوه. لما بعمله في البيت احس ان هو يعني ناشف شويه. ناشف؟ واخد بالك؟ ناشف اه، مش زي اللي بيجي من المحلات، اللي بيجي من المحلات بيبقى فيه نعومه كده، بيبقى طري كده في الاكل. هناك فرق يا ست ام رضوى بين البقلاوه وبين الجلاش اللي انت بتجيبيه من المحل. جلاش ولا بقلاوه؟ لا الجلاش اللي هو متقطع مثلثات ده. ايوه. اللي هو محشي قشطه. ده الجلاش. لا ده بص هقول لك على حاجه، ما هو بينشف من حاجتين اتنين. اما الشربات بتاعك، الشربات بتاعك بيبقى سخن تمام، او السمنه انت بتديه السمنه له خالص، السمنه بتبقى قليله فيه. انا بحط سمنه بلد. ايوه، ما هو السمنه لازم تكون مغرقه الحاجه، خصوصا الجلاش او البقلاوه. وبعد ما بتستوي، بعد بص يا ام رضوى، بعد ما يستوي في الفرن بتقوم واخده السمنه الزياده دي كلها مصفياها، وبعد ما تتصفى تبداي ان انت تحطي الشربات بتاعك. كل محلات الحلويات شغاله كده، بتغرق سمنه، وبعد ما بتغرق سمنه تقوم حاطه في الفرن، بعد ما يخش بياخد اللون الذهبي تقوم جايبه صينيه، نفس الصينيه اللي هي شغاله بيها، تقوم مصفيه السمنه الزياده، تقوم مدخلها الفرن كمان 5 دقائق يقرمش كده شويه، وبعد كده يطلع ياخد الشربات. ايوه هيطلع عالمي. تمام ازاي؟ لكن احنا مشكلتنا بنقلل السمنه، فللاسف الجلاش بيطلع ناشف منك. مسحه للصدق. هجيب عندي عود كرفس، واخدين عود الكرفس ده فين؟ على السجق. فلفل رومي اقطعه شرايح برضو. واخدينه ورايحين فين؟ الله عليك يا استاذ، الله عليك يا استاذ. لو حامي بيك هتعمل شغل. فلفل حامي.
بعد كده اهوت يا عم حمدي بقوم واخد عندي البصل ونقوم حاطينه كده بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، البصل الشرايح. فصين اتنين توم مفرومين. بلاش نكتر الخضره واحنا شغالين في السجق عشان ايه الطعم بتاع السجق ما يروحش مني. وبعد كده اخر حاجه خالص بنقوم حاطين عندنا الطماطم. طيب نبص بقى على الجلاش، خلاص اهوت بدا يورق معايا، بنقوم مطلعينه. جميل قوي الكلام ده. وبعد كده بنقوم عاملين ايه بقى؟ رايحين عندي واخدين الابراوي بتاعنا ونبدا نسقي بيه اهو الجلاش بتاعنا. بص بقى مجرد اصلا ما بتحطيه على الجلاش نفسه هتلاقيه على طول بيتشربه. بص راح فين بقى؟ مش هتلاقي اي حاجه، هتلاقي بص بدا يورق ازاي معاك على طول. فين الخليط اللي احنا حطيناه؟ خلاص اتشرب، لان اصلا هي ورقت مني في الفرن، فمجرد ما بحط الحاجه لو انت بصيتي كده هتلاقي اتشرب على طول. خلاص نبدا ندخل الفرن ونكمل التسويه بتاعته. مين معانا يا فندم؟ الو الو، ايوه ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا روان؟ الحمد لله يا رب دايما. اموريني يا روان. ممكن طريقه عمل الكوكيز؟ الكوكيز حاضر يا استاذه روان من عينيا. ممكن سؤال تاني؟ طبعا طبعا. هو عادي ادعك بشرتي بقشر الموز؟ اعمل هو ايه؟ حلو البشره بقشر الموز. البشره؟ لا ما اعرفش، هسالك بقى. ممكن نسال الاستاذه مروه امين بقى، هي اللي تجاوبنا على هذا السؤال. قشر الموز له علاقه بالبشره؟ مش عارف والله، كانوا قبل كده قايلين على بذر الخوخ بيعمل في البشره ما اعرفش ايه وحاجات كده غريبه، انا مش عارف الكلام ده فعلا صح ولا لا. برضه نفس الكلام قشر الموز بصراحة ما اعرفش الكلام ده، هسأل والله وأقول لك يا حبيبتي. حاضر. سنة بهارات. وملح. مشكلة كمية الهبد اللي على السوشيال ميديا كتير قوي. والله. ده مصيبة سودة، ده بحس ال 60 مليون عندنا خبراء تجميل. وتلاقي في الاخر يعني المشكله اللي هم ايه يعني معلومه بيبقوا عارفينها، المعلومه بتتنقل من هنا لهنا لهنا لهنا، كل واحد بيحط على المعلومه ايه الكريمه بتاعته ويقوم حاططها بالشكل بتاعه والاسلوب بتاعه، فيحسسك اللي هو اللي ايه المعلومه ديت هو اللي مخترعها. والله اعلم برضه والله. خلينا بعد ما السجق خلص ادي المكرونه بتاعتنا، هنبدا ان احنا نحطها طاجن ونقلبها كويس جدا ونحطها عندنا في الفرن. هناخد فاصل وبعد الفاصل نواصل بإذن الله. هنا بقى ايه السجق حطينا ايه؟ ايه اللي جاب ده هنا؟ انا مش عارف. انا صلصه طماطم حطينا معلقه وشويه شوربه صغيرين، فبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه شويه ميه صغيرين مع معلقه صلصه طماطم دوبناهم مع بعض وحطيناهم على السجق، سيبناهم يتسبوه كده في الفصل. نقوم واخدين عندنا شويه المكرونه المحترمين دول، يعني اسهل اكله في التاريخ. والله عليك. يلا بينا بقى. التقليب ده هو مش استعراض، خلي بالك التقليب ده بالنسبه لينا كشيفات بيحافظ على المكرونايه ويحافظ على الحاجه اللي هي ما تهريش. يعني خلي بالك عشان بس الناس تقول لك ايه يا عم بتقلب بالمعلقه، لا صدقيني التقليبه ديت احلى من المعلقه 100 مره. دي لو انت اتعودت عليها افضل بكتير من اللي انت تاخدي المعلقه وتقلبي. ليه؟ المعلقه لو انت قعدت تقلبي كده هتلاقي المكرونه دي اتهرت معاكي والسجق نفسه ممكن يتهري معاكي، لكن التقليب بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه عمرها ما ايه ما يحصل اي حاجه. طبعا ايه ما يعني ما حاولي تحط شويه صغيرين، بلاش كميه كبيره وتعمليها فالموضوع ايه هيقلب حاجه ثانيه. فبلاش، خلينا زي ما احنا، قلبي بالمعلقه. تعالوا نشوف عندنا صدور الدجاج اللي احنا نعملها عندنا صوص الليمون. بص بقى الكلام،
هنا بقوم حاطط الدجاج عندي مشرطه وغسله كويس جدا، شايل منه اي دهون. وزن الدجاجه نفسها هتكون كام؟ يعني حوالي وزن الصدر حوالي 200 جرام ولا حاجه. بيعمل شغل حلو قوي. بص على الجلاش، بص على جمال الجلاش عامل ازاي يا عيني يا عيني. بص بص المنظر، سيبه يكمل بقى التسويه لحد ما يبدا يحمر معايا ونبدا اللي احنا نطلعه. والمكرونه هنا خلاص، نعمل ايه؟ نجيب عندي فويل، نقوم حاطينا هنا كده براحتها خالص لحد ايه عند التقديم بقى ان شاء الله. طيب هنا ايه بقى؟ ملح، فلفل اسمر، حلو الكلام، مية بصل، شوية بابريكا صغيرين، شوية من بهارات الدجاج، شوية زعتر يا باشا، ونقلب الخلطة ديت كلها مع بعضها، مية البصل مع البابريكا مع شوية البهارات الدجاج مع الملح مع الايه مع الفلفل. خلي لي الكلام ده كله مظبوط. وبعد كده نقوم واخدين عندنا فرشة صغيرة جدا وشوية زيت ذرة، أحلى تتبيلة في الدنيا. ونقوم واخدينها فين؟ حاطينها، بص التتبيلة شكلها عامل ازاي؟ بص الجمال. دي بقى تحط فين بقى؟ تاخدها تحطها في التلاجة حوالي 3 ساعات كده ولا حاجة، وتفرجي عليها تبقى عاملة ازاي؟ أو ساعتين، وطلعيها وابدأي أشويها. شوية كده زي ما هي، وشوفي الطعم هيبقى عامل ازاي. بجيب عندي طاسة بقى بحطها عندي على النار. لأن لسه هنشرح دلوقتي صوص الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب التونج بتاعنا، حط عندي شوية كده من زيت الزيتون، يلا بينا يلا بينا. بمتص الايه السخونة بتاعت الطاسة الأول عن طريق الحركة اللي أنا بعملها ديت، عشان حتى صدر الدجاج يقع جوه اللي حل الطاسة الاستانلس دي ما ايه ما يلزقش. الطريقة اللي أنا بعملها دي فاهمة ازاي؟ أهو في تتبيلة باقية مني هي، بلاش أحطها، ملهاش لازمة خلاص، ما هو اتشرب خلاص من التتبيلة. اللي أنا بيتحط الصوص أو ناتج التسوية اللي بيطلع من الدجاج ده اللي أنا ما فرطش فيه، سواء منه أو من اللحمة، سواء دجاج بعملها او لحمه، ناتج التسويه ده ما فرطش فيه. لا لسه، الله ينور يا حبيبي. تعالوا بقى ايه في نفس ناتج التسويه، هشيل عندي ده واجيب عندي الطبق، احط الطبق هنا يا دوبك يتشوح عندي. ناخد اتصال تليفوني. الو الو، ايوه محمد. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ انا بحبك جدا على فكره يا شيخ. ربنا يخليك يا استاذه ايه. تمام خالص. انت عامله ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. عايزه ادي اهداء بس لوالدي ووالدتي وجوزي. طبعا اتفضلي. احب اقول لوالدي ووالدتي اني بحبهم، ربنا يختم لي هم اخواتي، واهداء لابني انس وجوزي محمد ربنا يخليه لي يا رب. وعايز اقول له انه بحبه جدا 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 جدا، مهما نتخانق انا بحبه. ما شاء الله، يا رب يكون سامع المكالمه الحلوه دي. يا رب. يا بختك يا عم محمد، يمسك الخشب. ربنا يخليكوا لبعض. شكرا لحضرتك جدا، ويبعد عنكم اي شر واي حاجه وحشه، وهو يكون سامع المكالمه الجميله ديت. بعمل صوص الليمون، بحط له بس ايه فلفل، ده بيخلي طعم الصوص حلو قوي، بيبقى مسكر كده وجميل. فلفل الوان. تمام. عندي تحية خاصة جدا جدا لصاحبي وصديق عمري محمد حسن شاهين أبو عيسى الجميل، عيد ميلاده النهاردة. بقول له يا أبو عيسى يا جامد يا محترم، كل سنة وانت طيب، ونشوفك كده أجدع واحد في الدنيا، ونشوفك أحسن واحد في الدنيا إن شاء الله. محمد حسن ده عشرة عمري، صديق عزيز عليا،
وعيد ميلاده النهارده، فبقول له كل سنه وهو طيب. هنا صدور الدجاج زي ما اتفقنا، بص الزحلقه اللي انا عملتها ديت للصدر عمل ايه بقى؟ بص عمرها ما تلزق، بص عامله ازاي؟ اهي شايفه؟ فاول لما انت تحط حاجه برده كده وشكه في الطاسه اعملها كده شويه في الزبده وبعد كده سيبيها. نيجي نقلبها بص هتلاقيها عامله ازاي؟ موضوع بسيط وسهل. تعالوا نشتغل عندنا في السلطه بسرعه نركبها بالمره، مش هتاخد مني وقت. سلطه مشروم بس حاجه ايه من الاخر، مشروم بقطعه شرايح زي اللي حضرتك كده شايفه، ادي للمشروم عصير ليمون عشان الاكسده اللي فيه ما يسمرش وفي نفس الوقت يدي طعمه ومزازه حلوه قوي فيه. واقوم اقلب عصير الليمون مع المشروم تمام بالشكل اللي حضراتكم كده ايه شايفينه. اجيب عندي بصل اخضر واخد منه العيدان بتاعته ديت واقطعها كده رفيع، بالشكل ده نقوم واخدينها ورايحين فين عندي على المشروم، اقوم واخد جرجير بتاعنا ونقوم الجرجير ده هوت واخدين منه الظهر بتاعه فرغم ان انا اكسره بالسكينه كده وافقد القيمه الغذائيه بتاعته، الظهر كده بايه بتاع بايديا بالشكل كده اللي حضراتكم كده شايفينه، ونقلب البصل الاخضر مع المشروم مع عصير الليمون بالشكل ده. بعد كده بقوم جايب عندي الطماطم هاخد منها اللحم بتاعها بس كده 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 شايفه ازاي اهو كده كده، وبعد كده بقوم واخد دي كده بصي كده، واقوم واخد دي بالسكينه كده واقوم واخد اللحم بتاعها بس حطه في السلطه بالشكل ده. نقوم واخدين عندنا الطماطم ديت اللحم ونقلب السلطه ديت مع بعضها، سلطه من الاخر. بص الالوان مشروم عصير الليمون اتحط. طيب نيجي بقى على الجامد بقى، لوز شرايح متحمص، لوز شرايح متحمص حاطينهم عليها ونقلب يا عيني. تعالوا بقى نعمل لها الدريسنج بتاعها الجامد قوي، نشوف هنعمله ازاي، ولكن ايه بعد ما نطلع صدور الدجاج ديت. ناخد اتصال تليفوني. ايوه يا فندم، ازاي حضرتك؟ صباح الخير. يا صباح الهنا، ازيك يا ست كريمان؟ كل سنه طيب اولا على الشهور الجميله وانت طيبه وميرسي قوي على الاكل اللي انت بتعمله الجميل ده يا شيف. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. بس كنت عايزه طلب من حضرتك. ايوه اتفضلي لو سمحت. كنت عايزه اعرف طريقة الباستا فلور. عينيا الاثنين بس كده. حاضر. سمحت. حاضر يا فندم، من عينيا تأمري. شكرا. ميرسي يا فندم. شكرا يا مدام كريمان، ميرسي يا هانم، مع السلامة. فصين اثنين توم، سنة ملح بسيطة كده عليها. لازم بقى ايه ينعم قوي التوم ده اهو، نموته كده بالسكينه، نموته يعني نهرسه قوي بالشكل اللي حضرتك شايفينه. نخليه معجون، وبعد ما نخليه معجون بالشكل ده نقوم واخدينه فين عندي على البوله اللي موجوده هنا، ونقوم حاطين معلقه مستردة صغيره. نصحى بقى ايه للكلام الجميل ده، نقوم واخدين عندنا خل بلسمك، ونقوم واخدين عندنا عصير برتقانه، نص عصير برتقانه حطينا فيها، وهوب بنقوم نزل عندنا بخيط رفيع جدا من ربع كوبايه من زيت الزيتون. الله عليك. ونقلب بسرعه
كده يكون الدريسنج بتاعي جاهز اللي احنا نحطه فين على السلطه بتاعتنا. نروح فين؟ عندي على صدور الدجاج نطلعها عشان نعمل صوص الليمون. الله ما شاء الله ما شاء الله. ناخد اتصال تليفوني. الو الو. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا، اتفضلي. سامع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله بخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ بخير يا فندم، بخير يا فندم. والله انا بشكرك على كل اللي بتعمله معانا، ربنا يبارك في عمرك. انا اللي بشكر حضرتك، ربنا يحفظك. ربنا يبارك في عمرك يا ابني ويخليك ويديك الصحة وطول العمر يا رب. يخليك يا رب ويخليكوا ليا يا ست الكل، والله تسلمي. طب ممكن اعمل اهداء؟ طبعا طبعا، اتفضلي. عايزين نص كوباية كريمة حمدي والنبي، نص كوباية كريمة طهي. ما شاء الله ما شاء الله، صلي على رسول الله. معلش يا ست الكل، حاولوا تتصلي بينا تاني. بص الجلاش طالع عامل ازاي، استوى عندي تماما بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. هنزود بس على الصوص ده يا جماعه ونص كوبايه من كريمه الطهي. هنا الزبده حطيناها بنفس ناتج التسويه، حطينا فلفل الوان، فصين اتنين توم مفرومين بقى، احنا واخدين بصل في التتبيله. ده مش حرق على فكره والله، ده ناتج تسويه، ده محترم ده، خلي بالك. والحله ودي طاسه ستانلس، فما تخافيش. مفيش حاجه تفاعليه هتطلع ولا حاجه تبوظ لك حاجه. ده فلفل الالوان الاحمر، حطيناه مع فصين اتنين التوم ومعلقتين اتنين من الزبده، صوص نركز فيه. بعد كده بقوم واخد عندي ربع مكعب مرق بس بطعم بيه بس. وبعد كده نقوم واخدين عندنا معلقه دقيق صغيره. الله الله عليك يا حمديكه. معلقه دقيق صغيره بس احمصها عشان تربط معايا الصوص كويس. ناخد اتصال تليفوني. الو الو. ايوه انا نور. ازيك، عامله ايه يا نور؟ اخبارك ايه يا نور؟ يا نور معلش يا نور. طيب حاول اتصل بينا تاني يا حبيبتي، انا مش سامعك والله خالص. هنا بقى بقوم واخد عندي بعد الدقيق عصير ليمون. الله الله، ونسيبها. وبعد كده نقوم مدينها الكريمه. تمام. لا والله فيه، نقوم واخدين عندنا شويه من الميه الصغيرين دول، ميه سخنه اهي. بص بقى عامله ازاي، بص الصوص بقى عامل ازاي يا عيني. شويه كريمه صغيرين بقى يتحطوا عليها، شويه ميه تانيين، وشويه كريمه يتحطوا عليها يا باشا. وبعد كده نقوم حاطين عندنا الدجاج جواها، شغل عالي. خلينا بقى ناخد فاصل، وبعد الفاصل نفرد شغلنا ده ونشوف مشروب الكاستر اللي هنعمله هيبقى عامل ازاي، ولكن بعد الفاصل. عندنا تهنئه خاصه جدا برضو من برنامج المطعم لسلمى بنوتتنا الجميله جدا جدا، بنت عم عصام، بنقول لها كل سنه وانت طيبه، عندها 9 سنين. سلمى عصام، بابا بيقول لك كل سنه هو طيب، وكان مشرفنا هنا في الاستوديو من 4 ايام او 5 ايام، بيقول لك كل سنه وانت طيبه يا اجمل سلمى في الدنيا. عندنا تحيه خاصه جدا من برنامج المطعم من زميلتنا الاعلاميه الجميله هيا شاهين، بنقول لها كل سنه وانت طيبه والعمر كل ليك ان شاء الله. وصلت برنامج المطعم بتقول لك كل سنه وانت طيبه. طيب تعالوا نشوف عندنا بقى الايه المشروب ده هنعمله ازاي.
ولا نخش عند دلوقتي على الصوص ونشوف الصوص الليمون؟ لا 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 مش طبيعي. حطينا له كريمه، ها حطيت له شويه كريمه صغيرين بعد ما ايه ما حطيناه للليمون والدقيق، وقمت مدخل فيه الايه الدجاج. بص الكلام، شايفه فلفل الوان عامل فيه ايه بقى؟ في كده انسجام كده مش طبيعي كده في الايه في اللون نفسه بتاع الايه الصوص نفسه. بسيط، الليمون طبعا عامل فيه شغل، المزازه كلها هتلاقيها موجوده في الصوص ده. نبدا نحط الفراخ ونسيبها حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه، وبعد كده نبدا ان احنا نقدمها على طول. دي دجاج عندنا اللي احنا عملناها بصوص الليمون، سريعا خدناها وتبيناها بميه بصل وحطينا شويه ملح وفلفل وبابريكا وشويه بهارات دجاج، وبعد كده خدناها شويه من الزيت وسيبناها في التتبيله لمده ساعتين. بعد كده خدناها وقمنا مشوحينها في زبده. بعد ما شوحناها في الزبده نقلناها في طبق، وفي نفس الطاسه حطينا فلفل الوان وحته زبده كمان، وبعد كده معلقه دقيق، حطينا عصير الليمون، حطفينا بالكريمه وشويه ميه سخنه صغيرين وسيبناهم يغلوا على النار. وطبعا مدينا لهم شويه الملح الصغيرين قوي، المعادله بس عشان تظبط معايا التذوق اللي احنا عايزينه. بالنسبه للمكرونه بالسجق، خدنا السجق وحطيناه شوحناه ولفيناه على النار بالبصل والثوم والطماطم وكل حاجه الخضار اكنك بتعملي جريل. بعد كده خدنا الصلصه دوبناها في ميه سخنه وحطيناها مع السجق، سيبناها تتسبك على النار. خدنا المكرونه اللي احنا سلقينها ثلاث ارباع سوا وحضفناها على السجق ولفيناها لفتين اتنين على النار، وسيبناها على النار حوالي 10 دقائق، وبعد كده قدمناها بالهنا والشفا. السلطه المشروم اللي احنا عاملينها، خدنا المشروم حطينا عليه عصير ليمون وركناه، قمت بجايب فلفل الوان قطعناه شرايح رفيع جدا، بصل اخضر العيدان البصل الاخضر اللي هي تشايفز، وخدنا قطعناها برده رفيع نفس الكلام، وحطينا جرجير زهر وقلبناهم مع بعض وسبناهم. بعد كده جبنا لوز شرايح محمص وحمصناه وضفناه مع السلطه، جبت صدور دجاج مشويه وبعد كده حطيناها عليها من فوق، وعملنا الدريسنج الجميل ده اللي هو عباره عن خل بلسمك، زيت زيتون، خدنا الخل البلسمك، خدنا زيت زيتون، معلقه مستارده صغيره وشويه ملح صغيرين، فصين اتنين توم مفرومين، قلبناهم كلهم مع بعضهم وبدانا نحطهم بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه مع عصير ليمونه ونص برتقانيه. تعالوا بقى نشوف عندنا المشروب الكاستر ده هنعمله ازاي. نص لتر حليب عندي على النار قدام حضرتك اهوت، مشروب في منتهى السهوله. طول عمرنا بنعمل الكاستر في الحلو، هو الكاستر ينفع للشرب؟ طبعا، ايه المشكله يعني؟ طب ما تيجي نجرب كده ونشوف. بحط عندي ميه، بحط عندي معلقتين اتنين من الكاستر البودره، بس هنا نعمل ايه بقى؟ هنقوم مدين شويه زعفران كده صغيرين، سن زعفران بودره، سكر، ونقلب كل ده مع بعضه. بص بقى الكلام الجامد ده بقى، سنة قرفة بسيطة جدا، مذاق مختلف تماما. اصحى بقى للكلام اللي جاي ده بقى، حبهان بودرة بسيط جدا. أصحاب المزاج يجربوا المشروب ده ويقولوا لي أخباره إيه. بعد ما قلبناه نروح فين؟ عندي على النار، وأقوم حاطط الخليط ده كله على الحليب، وننزل عندي السكر طبعا اللي ما دابش ده، ندوبه جوه الحليب نفسه. اللون ده عامل كده ليه؟ من سنة الزعفران البودرة اللي احنا حطيناها. الحبهان مش كتير، بص انا حاطط طرف بسيط جدا، معلقة من الحبهان، يطلع معايا ان شاء الله مظبوط طعمه حكاية. نديله التقليبة، ومحضر شوية مكسرات معايا لحد ما يبدأ يتقل، ما بيبقاش مهلبية، ها مش بيبقى مهلبية، يبقى الكثافه بتاعته تقيله شويه زي السحلب كده بالظبط. تعالوا ناخد عندنا الكلام الجامد ده بقى، الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل لك شغل ايه؟ شغل المطاعم والله. اهو تعالى يا باشا، أمرك يا أستاذ حمدي.
شويه الصوص ده اصلا نغمسه بايه؟ اه اديله لقمه عيش بس كده ونبدا ننظف بالشكل كده اللي حضراتكم لسه شايفينه، وكده صدور الدجاج تكون خلصانه معايا واتظبطت معايا، ونقدمها مع الرز اللي احنا قدمناه. طيب هنا المشروب، ايه الاخبار؟ ما شاء الله، مش عايزين اكتر من كده. قلب القلبه بتاعته المحترمه، نقوم واخدينه. ممكن نجيب معيار، اهو ايوه بالظبط كده. بص الكثافه بتاعته عامله ازاي يا عيني. مشروب الكاستر بالزعفران والقرفه والزنجبيل يا جماعه حاجه حلوه قوي، ان شاء الله تجربوه وهيعجبكم قوي. حليب حطيناه عندي على النار، حطينا بول عندي شويه ميه، وحطينا معلقتين كاستر ممسوحين، وحطينا عليهم زعفران حبه شويه صغيرين جدا من الحبهان البودره. طب هي بيدي طعم خطير. بص الكثافه بتاعته تعرفها من ايه بقى؟ من شويه المكسرات اللي هنضيفهم عليها كده من فوق. اصحى للسخن بقى. والسكر طبعا ما تنسيش طبعا التحليه ديت زي ما حضرتك كده عايزه. ده مشروب الكاستر بالزعفران. والله ما قادر استنى لحد ما الحلقه تخلص، لان انا متشوق اعرف الحبهان عامل ايه. لازم تجربوه. والله ما عشان عاملينه على الهوا، لازم تجربوه. حبهان عامل فيه قلق بصراحه يعني. والقرفه عامله فيه احلى من القلق كمان. فان شاء الله السفره النهارده يا رب تنول اعجابكم. الجلاش اللي احنا عاملينه، او المكرونه بالسجق، او الصدور الدجاج بصوص الليمون. اتمنى السفره تنول اعجابكم. ان شاء الله من الاسبوع الجاي هنبدا نعمل لكم اكلات بسيطه جدا وسهله عن الاكلات الصحيه اللي انتوا طلبتوها مننا. دمتم في رعايه الله، يا رب الناس كلها تكون مستفاده من الحلقه اللي احنا بنقدمها ومن الكونتنت اللي احنا بنقدمه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.